الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. المرتبة الثانية من المراتب الثلاثة التي هي مراتب ديننا، مرتبة وان دين كينيا تدين جنسان الراء، يعني دين كينيا مرتبة صديق أباج النجر. المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، المرتبة الثالثة مرتبة إيش؟ الإحسان. مرة حران تاني يا ربي في المرتبة لما فعلا كان ولين قرانو تانا جدتون. مرتبة لما فعلا الإيمان، إيمانا جدتان، إيمان ربنا واخن. إيمانا جدتون أكلغات الإقرار ورقاسسون. أك شريعة إيمان جدتون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. إيمان جدتون أكنت أمن، إيماني اعتقاد بالقلب، قلبي الأياد ونطق باللسان الربا دبته، وعمل بالجوارح آمان دلقو، يزيد بطاعة الرحمن إبادة ربي وجود لقى إيماننا ما إدأم يا رب إيمانك ينو إدأ، وينقص بالمعاصي معصية دلقو الآن إيماننا ما دلا هرت ورى بديد لقي إيمان إساني جلاهر أتربي نقولي مرة إيماني واشنا كان إبكيس ساقب. فالإيمان لابد من هذه الأمور الخمسة واشنا تن إبكيس ساقباتون سهبان قب توقو إيمان وقوجن مالني اعتقاد قلبي يادو قب كان قلبين اتن أمانين قلبين النقوم سين يوني فخاني أفانين آمنت بالله جنة ينفيد قلبي يون نقوم سين قلبي نس نقوم سين ونطقم باللسان عربان آمنت بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله جراتو قب قلبين نقوم سين الربان دبت يوجي نمني توكو ما آمن هن أمن. لماذا؟ لأن الإيمان اعتقاد بالقلب، إيمان جتود قلبي يادني ونطق باللسان الربان دبت إيقنا هو وعمل بالجوار آمان مو هجير أولتو آمان هجير أولتو إماقة الأذى عن الطريق ما هو؟ صدقة إماطة وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن إماطة الأذى عن الطريق إيمان ولا ما إيمان؟ هذا عمل ولا ما عمل؟ فلا بد من أعمال الشرع، وما كان الله ليضيع إيمانكم. أي ماذا؟ صلاتكم. الصلاة ما هو؟ إيمان. الصلاة عمل الجواري ولا ما عمل؟ دلقاك آمار راح فين سنجر وجدته. إذن وعمل بالجوارح وان شريعان دلقا جدتك آمان دلقوا راح فين سنجر وجدته. راضي يا جماعة سدد بن يزيد بطاعة الرحمن حق عبادة ربي دلقا إيمانك إنما بدأ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الإيمان يزيد بالطاعة، إيمان القرآن أجفته الآن عبادة ربي يقول الآن نماذ إذا أمجدت بهذا يؤمن أهل السنة. أهل السنة إيمان نما نئذ أمه يو خيري دلقا
وينقص بطاعة الشيطان شيطانك آلي قدني يوم أسيا ربي دلقا إيماننا ما نهرتا. إذن هذه خمسة إيش أمور واشان سندو اعتقاد بالقلب توك ونطق باللسان لام وعمل بالجواري سدي يزير بطاعة الرحمن أفر وينقص بطاعة الشيطان كم شن واشن انقل. فالإيمان له ستة أركان إيمان نكوني أركان جهاكم له كم أركان ستة أركان جهك أبجدت بكم كن يبرباتيسا. الآن ذكرنا حد ماذا الإيمان حد إيمانا بحسب اللغة وبحسب الشريعة ذكرنا أكا شريعاتيس أكا لغاتيس دبان. ونشرع الآن في ذكر أركان الإيمان ما أركان إيمانا قرأوها جلكم. فأركان الإيمان ستة الأول أن تؤمن بالله والثاني أن تؤمن بملائكته والثالث أن تؤمن بكتبه والرابع أن تؤمن برسوله والخامس أن تؤمن باليوم الآخر والسادس الأخير إني جافاك أن تؤمر أن تؤمن بالقدر خيره وشره كل من عند الله تعالى. هذه ستة أركان تسمى أركان إيش الإيمان إسين ترغوان جها أركان إيمانا جهن يوكاهو ركن إيمانا جميع وما جهتو. فنشر في بيانه ما كيس إساء ولي إبسو ها اتديبنو. والإيمان بالله هو الركن الأول أن تؤمن بالله أركان قرتي جاني رأني جلقبا الله تأمنوا أجن. كيف تؤمن بالله؟ ما أكملت الله تأمنت نمني توقع ما أكملت الله تأمنا أن تؤمن بالله الله تأمنوا أجن نمري ما الله تأمنوا جاتون كن أكمي جي يونو غافتي ما كم جنان ما نبيو جاتي أما أرميكانيس ولا يهودا نصارى بوذي وكفتا كفار ايش كل كفار كل طوائف الكفار كل كفاراته حنياتسي اوباس قوا اومي اجيس كروبروبسي وامغرس اين جتوت امنان رب جركن الله جتوت امناني اكنو ما ود جركن غرو ربي تن امنني نمر مني جاني مي ربي. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا قل يا أيها الكافرون كافرتو دا جي ايوا ممالي أمانيوت يوكين ورين أماني جيساني وان ربي نياتيسا أوباسا أجيسا جراتيسا روبسا بكلتا موكاو مغرساته إسا أمانو نساني كوني ما لساني جام سيمني ربيت امانان اثان انجي امسيسني يجتودا ربيت امانان اثان انجي امسيس ربيت امانان اثان انجي امسيفني يجتود ادانو ربيت امانو يجتون كون وني غرتي غو وان غوتمنا ابلو ربيت اماني جي امو جرامله وان سانكيسا توكويو يريزه فهو ليس بمؤمن بالله بل هو مشرك وكافر بالله نمني كزيزو مشركة وكين كافرة جامعة جيتو كان وانسلا نمني تي مؤمنة جامعة سنين قوتة كنافو أما نمتوكو كيف أؤمن بالله أكامي تنغرتي ربي تي أمنا ودوني بنونجي مالي بيوجد خيام أما نمني توكو وشترو في هل أنت مؤمن بالله ساعة ربي تي أمنا يوم من سينجى مال جتان نعم الرب تأمن على جتان نمت جسم قافي دبلتا سي إذا ما أن رب تأمنوا فدا أكملت أنس
نما توكو خربتي امانات هي توكو اكمت انتها نبرسي سمي يونو نجي يوسي نجي اكم جنان انت بي دمك اكي جنون يا نمان ربتي امانتا يعني اولا تؤمنوا بوجود الله جيرين جراتو ربيتي امانتا ربي نجرا وتؤمنوا بربوبية الله ومن ياتسي جراتسان امري وهي غرق جلتان الله قفا جتوتي امانتا وتؤمنوا بألوهيته حقا قبرمان اني عبادة حقا قلتاته الله قفا جتوتي امانتا وتؤمن بأسمائه وصفاته ما قوى ربيتي في صفاته وربيتي أمنتا من غير تحريف ولا تعطيف ولا تمثيل ولا تكليف فكيس ملت معنا صفات ربي ججير ملت بكرر أبسيس ملت إت أمنتا كنابغا لا تنكر وجود الله نمنا جراتو ربهن إنكارنهم مرمني ربين جراتو إساء هم مرمني ودل على وجود الله ربين جراتو كنرتم مال رقاني يوسين جئ فقل له جئي الدليل على وجود الله كثيرة ربين جراتا تأورتي رقام بايدا ونجمل على أربع أفرق أفر أفرق أفر كيسة وليتك أمنين بطوني دندين ميسون مالي الدليل الأول العقل رقان ربين جراتا رتت وقف عقلين كين دليل مالي بيوجد نمني عقلين إنسانا قاقب مخلوق ربي كان أرجيتم دتي سامي مكين لجين نما هوري ما أي مخلوقات والشمس والقمر والنجوم والبهار والأنهار والأشجار مخلوقات ربي كان لالي سديرو إني كني وأني إذا أرجم سيسوتك وجرات ملتي إفيني أرجم جئ نمني أكلي نسافة يادا هياد والنوان كان أرقم فيه في أبدا نجرى قلبي لسانه بطا قال ربنا تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أكنا جاء ربي سبيروا واتقوا ملؤوم من مو سيقال ايه حواني إسان أمتقوا جر أكنوا ماتي أرقم من مو إِسَانُ مَاتُ إِفِيفُوا إِفْأُومِي وَامِرُوا اللَّي أُمِرِيرُوا أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْإِنْ خَالِقُوا سَقَرْتِي وَهَتُقُّ مَلِي أَكَّنُوا مَانْ تَانِ مُؤْ مُؤْ إِسَانُ مَاتُ إِفِيسْ أُومِي وَاللَّا لَنِي أَرْغَنْ كَنَا اللَّي أُمْ كُلَّ مَا نُوتَي إذن فلا بد من أن يكون هناك خالق خالق أويت أومي وهو الله إني قبر ما حق الله سنجدتنا والثاني دليل الفطرة فطرة الآن إلمنا ما كن أك خالق نجروني بك بالفطرة يعلم أن هناك خالق خالق أومي تجرجتني بك الثالث الحس أبا تملا اللي أقر وان أتل أقر سوان أقر مثلا إنكي ويتو ستجر ربي تنكي جلانا جانو أباس إنكي بيه دنيا خاكرة ربنا جانو أباس نميتي جنكي نتجرو توقو واركا والكبي اللهم فرج عني هذه الشدة فرج عنا الهموم والغموم يا ربي تنكي كان نرى خاسي يجي ربي خلال الراحة تنقصهم أبتا ما أرجمونا جري فمثلا فكينا روبت أبا
يا رب روبا نوروبسي يجن رومني سنور اجانا غرمو اجانا نغر رومني كن نوروب اجانا غر مار دليل الحس ربي جراتا تورتي رغا واد اجان اغرو ارغن نجهچو خغران نغي وجاء رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس في خطبة الجمعة والحديث في الصحيحين وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا جاء والنبي يخطب وذو نبي ربي خطبه قلوا التجراني قال تقونا متي والربادي يا لا تقلوا فيه هلا مسيد نبي ربي ردابا فقال يا رسول الله إن قطعت السبل وهلكت الأموال وجاء العيال يا نبي ربي رومي أبا مراكنك قرار أدان كتنمني والتديمون نابت هوري لن بيلان نمان وجاء العيال وجاء العيال بيلان معتين نهركت بيلان استثقلنا ربك ربي كرروبا وبربادي يا رسول ربي فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى يرى بياض إفطيه هم أديني ببا إسام اللتوت نبي ربي هرك إسالمان الفوري يا ربي روبا وروب سجي فأنشأ الله سحابا ربي دوم ستيتك قرتيقا أرقم سيسي دوم ستيكم ببلت فرعد وبرق نهنقاتي نمن دي فأمطرت السماء روبا إسي قدلت كفتي ودون بي ربي من برا را قدن بوني روبني قد روبي مستيني نبي كنان الإمسا مستيني نبي ربي الإمسي روبني أريد نبي ربي را قدياء أتين أصابان نبي ربي توجين جمعة صلاتني روبا سنكيسا قلن روبني تآمود دي رومني سوالت أبتي أدوروبو جمعة أسبوعا تربان قوتو والت أبيرو ليلة نهار التين أمس جمعة نبي ربي ويان جمعة جين يام مستدر وفي من برا ربه خطبه قولو تجرى نامتشي تقلو فيه نامتشي تربان دبريتي مخبروتي الدانين بين جاء عرسي أكره رواية من حبة أن ينجروا تنمتشوا مثلا رواية تلين نما جرتي أما زلا مسجد ربطي يا نبي ربي قران كتي هورين أمان ركون أمامي يا نبي كن أكر ربي نراج أمس ربي نوخد وجه أتي النبي ربي ربي خدتي اللهم حاو علينا ولا علينا اللهم على الأكام والذراب وبطون الأودية يا ربك نرتيمتي لجين الرد تلوان الرد كيس لجيني كيس مكين الرد نوروبسي أسي يا رب نوج أمسي جئي حركان أكنا إشارة قد ربي خلتي فصارت المدينة كالجوبة أكا قرتي تاجاتاتي دومسي رابنمي حق جمعة صلاة نبال أدوباتي خيسة ديماني قدني جدتو هذا دليل حسي على وجود الله تبارك وتعالى كن دليلا رب العالمين انجراتوتي يجدت إذن الدليل على وجود الله كثيرة يمكن أن نجملها على أربعة وأفررت الرقباء بتودا دينيا يجدت ما هي الأربعة أفرنس مالي العقل والحس والفطرة والشرع وافران كان الرتق بابتو دندين اجدتو كنافو وهذا دليل ماذا وجود الله دليل وجود الله وكذلك لابد من معرفة ربوبيته بالدليل رب خالق راجقته دليلا بيكر رهفين سنوفين جف إن الله هو الرزاق إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بماذا استدل المصنف رحمه الله تعالى مما لين
رجاء قرأتي مالي رجاء قرأتي مالي يفتي والدليل قناة قرآن يفتو تا حديث يسو ديم إن شاء الله تعالى. إذن وكذلك لا بد من معرفة ألوهيتي بماذا؟ بالدليل. ربين قبر من حقائص تكتتوخنا دليلا بيكون كينها في سنقب جدتور. وكذلك معرفة أسمائه وصفاته بماذا؟ بالدليل. صفات ربي تيب أسماء ربي رقال أوجين بيني اتأمنوتو هذا هو الإيمان بماذا؟ بالله. إن أمنتك الله تأمن جيتون أكنا. إذن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. ربي تأمنوا غابة جنو وأفرد كيساك جلت توقع الإيمان بوجود الله، الثاني الإيمان بربوبية الله، الثالث الإيمان بألوهية الله، الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته من غير تكييف ولا تعريف ولا تعطيل ولا تمثيل. أكنت غرتيغا إيمانا بالله جاما. إيمان بالله قاف جنو يتضمن هذه الأمور الأربعة. رب تأمنوا قاف جنة حالك نيف كيسا كبا جدت. واضح المثال أيها الأحبة. الركن الثاني ركن لما فعل من أركان الإيمان أركان يوكا رقوة إيمان الرا رغا إيمانا جهان الرا تقبل لسنان هل هو مؤمن؟ لا تقبل لسنان تقمر منان نمت مؤمنان. إذن الركن الثاني الإيمان بالملائكة. ملائكات أمنوا أجدت ملائكات أمنوا قاف جنو مال جدت. الإيمان بالملائكة جدت معناني الإيمان أمنوا مال بأن لله تبارك وتعالى ملائكة. ربي ملائكوت وانجامو أوميك أبا جنة أمنوا. ما هو من هم الملائكة؟ عالم غيبي خلقوا من نور لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة جتون مخلوقة نتئجان أجر وهيت. قرآن في حديثك يستي ربي نتهم نبي ربي نتهم ناني أمن تكملك أجر تنيزي لك أن يجاني أجر ملكا ونجابوه انجروا نمني تقويوجي. هل هو مؤمن؟ لا. فهو كافر خارج من دائرة الإسلام وهو يكون خالدا مخلدا في نار جهنم أبدا. ورأي بالدكيسة زلالمت أسان الراتة أجدتون. كنافو ملائكة وانجي أمربين أوميك أبجي أني أمنون. ملائكة أمنوا قاف جنو ملائكتكنا كم مقا إساني بيكم ملائكتكنا مقا إساني توجن التأمنوا أكا جبريل أكا ميكائيل أكا إسرافيل كان صفات إساني بينو صفات إساني توجن التأمنوا كان كالملك الموكل بالجبال والريح والموكل بالجنة والموكل بالنار. ملك موكل بالنار اسمه ماذا؟ مالك. وهناك ملائكة موكل بأعمال العباد الحفظة رقيب عتيد. ملائكة تقرتي صفات إساني بينه صفات إساني توجين اتأمنوا أجدتوا. وهناك ملائكة نعرف أعمالهم كان دلقاء إساني بين الجن كحملة العرش والأخبار التي جاءت أنهم إجمالا وتفصيلا. إذن ملائكة تأمنوا إجمالا قوتمت ربي ملائكة قبل جنة وتفصيلا تفصيلا عن الله اتأمنوا كان مقا إساني بين مقا وجن اتأمنوا كدلقاء إساني بين دلقاء وجن اتأمنوا. أما سو كان صفات إساني بين صفات إساني توجن اتأمنوا. هذا هو الإيمان بماذا؟ بالملائكة. الركن الثالث ركن سرفة من أركان الإيمان الستة أركان جانر ركن سرفة الإيمان بالكتب. ربي كتاب بوسيج رجل نأمنه. ما هو الإيمان بالكتب؟ ما هي عقيدتنا في الكتب السماوية؟ نؤ
نؤمن بأن القرآن بأن التوراة والإنجيل والزبور والفرقان كلام الله منزل غير مخلوق. نعم منه بدأ وإليه يعود. نعم والقرآن ناسخ لا وجامع لما تفرق فيها. أحسن. والقرآن قرآني نؤمن لا نتني أمن كتاب ربي أمن وجدتني كانسا كتاب ربي سمي كتاب ربي أبوسه داو كربي جنتي أمن إجمالا جملة متو كتاب ربي سمي أبوسه جرا جنة أمن هذا هو الإيمان إجمالا. وكذلك لا بد من الإيمان تفصيلا تفصيلا نسني أمن مال كما قول إساني بين مقاو جنتي أمن كالتوراة الذي أنزل على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى والزبور الذي أنزل على من؟ على داود عليه السلام. والقرآن أو الفرقان الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كنغرتي مقاع ثاني بين أكنتي مقاع أوجين ربي النبي إبراهيم صوفي إبراهيم صوفي موسى كان جاء مجرى جنة نبيوني هندو كتابك أبني ربي كتابا سمير أبو سجنة إجمالا لتأمنوا تفصيلا نس كما قال ثاني بين اكما جن كان تورات موسى كنمه انجيل النبي عيسى كنمه زبور النبي داوود كنمه نبي داوود كنمه قران نبي الله محمد كنمه جن اكنا تفصيلا لتامنوا ونؤمن ان القران ناسخ لها قران مو كتابا اما درت بو ان كان هنداو مال غد اجرا نسخ اجر اما ايجا قران ني بو كتابا أمان دراب أن نمبر باكي سني واني دبسنو فنجرو واني بتنو فسنجرو واني طبعنو بيوكا حتى منو فسنجرو سيقلي واني بتنو فسنجرو واني باتنية ديمنو فسنجرو إسان نما إسلام السنة جنة واني دبسنو فسنجرو نبي ربي تورات دبسيتي متكن نما إسلام السنة إنجيل دبسيتي متكن نما إسلام السنة أصحابني توراتي إن دبسني إنجيل إن دبسني تي متكنما إسلام السني كان دعوانا ما قراني نمني توراتي إن دبسين إنجيل إن دبسين مالك أبا نمو مانا إسلام أمالي مالك أبا يوجي بلاك أبا هذين بلاني نكابو بدعاتا توراتي إن دبسني إسانما إسلام السن رسول ربي الرهين أرقمني نبي ربي أصحابه وقونما إسلام السورة إرقل لي توراتي نتدبسان جنة أتي أديمس دعوة رسول الله قرتي دعوة كي ربي سران قبلو مالي باتباعي أبدي ربي اتباعي مالينا مران قبلو جنة والقرسودا دعوك ابنا أجدتنا نما خرسان ينديمون اتباري دي مالي بي نمني قرتيغا وان ميزانتي وان ميزانتي يواد دارين بيكين مثلا نمني إسلامه لا ليتما كنوا أبلون إسلامه إني نمني أدوين إسلامه إني أكجدتون نمني إسلامه أون أديم سكرتين أميتي خون ديمي أكيلو أديم سسيري تجدتون أميزانة تهاهي دليلة تهاهي رقاة تهاهي جديتي قافت مجدتون بارك الله فيكم كنافي قرآن ربي كتابنا ما نندره ندرو كلام ربي تي مخلوق آمتي ربي إرجوله وندرتو كتاب أبو سجرا جنّيجا حالك أنا نتأمنورا قرآن متشوفا قرتي كتابنا ما ندران السخيجرا قرآن متشوفا يسيدون السخيجرا كتابنا ما ندراتي توراة السخمة إنجيل السخمة زبور السخمة صوفين إبراهيم صوفين موسى السخمة قرآن في حديث قفان ديمو كمنا قرآن في حديث مفهمي سلف الصالحين هو بطول اندو كمنا جنة حالك نان اتأمنوتو كتابة اتأمنو جأما واضح يا جماعة نمني كتاب ربي اتأمن جأ يوني في حرق ربيرات انديمي والقرآن ناسخ لها جدتو كان الأمن نجدتو تابيكا كنافو كتاب ربي اتأمنو كان جملة وتفصيلا وبتوكم. الركن الرابع الإيمان بالرسل ركنين أفرف فعلا ركني جاني رامالني الإيمان بالرسل إرغولت أمنو إرغولت أمنو رقاف جنو جملة ربين إرغولي إرغتي جرى جنة أمنو وتفصيلا
تفصيلا أدب بابنا ورم مكاء إساني أجن مكاء أوجين إرجما ربي تو إساني أمنه نجت ترى هو جانب أمنه إرجول ربي يكون المنامات جت أمنوكم إرجول ربي يكون ربوبية كيسا قودن كباني ربوبية كيسا قودن كباني جنة أمنو دن دعوكم يجب أن نؤمن بأنهم بشر أنبيوني رسولوني المنامات ويساني أمنون كن يدركما ربوبية روان تكون كباني سان مالي نبيوني نما نعجسو نما أباسو وانما خنو وانما أرغتون وواساني تيمي كنك ربي تجيجتون وننتي أمنوك أمنو أنهم عبيد رسولوني قبرو التربي لا يعبدون هيامة منيسا يا رسولو تنجام يا نبيو تنادر مدع انجام ربي تو إسان إرغي وحي إسان اتقود آياتوتا غراغرا معجزا غراغراتين إسان جبيسين جري أمانا ربي نسان اتخن أمتا بران قياني أمتا في اللي نسيها قلني إرقى ربي أمتا بران قياني وبلغوا الرسالة وجاهدوا في الله حق جهادي حتى أتاهم اليقين حمدوا تسان اترفتي ججباتني إرقى ربي أمتا بران قهني جراني جنة أمنوا لا مار إسان كن إرقى ما ربي إرقولي ربي تهوتني أمنا جدتون إسان كان الرأورين مقابينو مقارا وجن اتأمنا أكا نبي الله محمد وإبراهيم وموسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود وغيرهم من الرسل ورين كان مالجروس إرغولين راجتور ورين صفات إسانيت أجن صفات إسانيت وجن اتأمن إذن أول نبيوتا إيغا خلاف نجتي كيستي كفر ما إسلام ما أرجمه در نبي أرجمه نبي الله نوح جت أمنا جت وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم آخر نبيوتا نبي محمد جت أمنا آخر نبيوتا محمد جت معنى إسابر أن الشرائع دين أما أندرا كان نبيوتا أمان درا سير نبيوتا أمان درا شريعان نبيوتا أمان درا منسوخة بشريعة محمد شريعة محمد نسخمت شريعان تقلين إيغا شريعة محمد سرين كان نبي محمد سمالين جرو كان أمان درا اتدلقون هنتهو حرامي جيتورا نبيوتا كان الرا أولو العزمي تجراني در موشني درسني موسى عيسى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه أقسم ربي سورة أهزاب كذبت الليه جلشنا الدبة يجرى من نوح منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كانت الدبة يجرى كناف محمد نوح إبراهيم موسى في عيسى نبيوتك يساجركن أولو العزمي دي أمني جنة حالكنا أمنون هو الإيمان بالرسل إرقوليت أمنو جيتونك إرقولين كني فاتنوتا قوما انقبل أمن مورا خيانا انقبل قوتوتا لغنما انقبل حكما جركني حيوتا نبيوتا جيتون حيوتا قوليمي تجري أكا كانان جارا كان هباني اتأمنوا لندوك أبناء جيتو الركن الخامس ركن شنفا الإيمان باليوم الآخر قويا آخرات أمنوا قويا آخرات أمنوا وقو جنة يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت وان ايغا دعاتي افو هندت امنو افجلت قبل ويا اخرات امنو جيتون من الموت ومن
ومن فتنة القبر يعني سؤال نكير ومنكر دافي نكير منكر اتأمنوا نعيم الجنة وعذاب نعيم القبر وعذاب القبر قبري كذا كتان جراته أنانين جراته والبعث قافك يا مانجا يخافمو والحساب وجير راك ورتمو والميزان قويا آخر آمز زنمو والصراط صراط اتأمنوا والقمطرة والجنة والنار كن هندنو وحور العين وفقنا الله وإياكم ورا وفقكم ربنا أقول ترى هندت آمنوا إذ كيس ساقبا أجلت واضي يا جماعة قياك يا ما قري أفو فموت جرا أمنوا نملك أبريد أخاف موت أمنوا وتطاير الصحف ورق أنما هندافو قياك يا ما نهي رما نمو قنات أقر تيغا ورقا إساد بساد تأمنوا والحوض دريك يا ما كيس حوض نبي ربي تجر والشفاعة شفاعة النبي ربي جراتو ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة قياك يا ما مؤمن توني ربي أرقانيت تأمنوا وغير ذلك من الأمور الغيبية كان ملي أمور غيبي وغيبي الآخر نبي ربي نتيم هندت أمنوتو الإيمان باليوم الآخر كان كيسة تجرى جدت واضي يا جماعة الركن السادس أو الأخير ركنين جهب فعلا يوكان كانت أمورا الإيمان بالقدر قدرت أمنورا خيره وشره إذن قدرت أمنون واجب من لم يؤمن بالقدر فهو ماذا؟ كافر كفرا مخرجا من الملة يكون صاحبه ماذا؟ خالدا مخلدا في نار جهنم إياذا بالله قدرت أمنوا قاب جنو يتضمن أربعة أمور وعفرك كيساك فقفا العلم ربي وهنته دردر سوبيك جرجت أمنوا للقدر أربع مراتب قدري مرتبة أفرقا مرتبة العلم ومرتبة الإرادة ومرتبة الخلق ومرتبة لا مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق درجة خن أفرنك تقف مرتبة العلم ربي وانتو بيك هذا ومرتبة الكتابة وان بيكوسا ايقنا لو المحفوظ انكيستك على ما انبريس جنان بريس تجرتي ومرتبة المشيئة ربي سبحانه وتعالى وان لو المحفوظ انكيست بري فميسان تو إساء خائفه تهجرا وان ربي تو إساء انفرين هن تو جدتورا المنما مشيئة قباتوني قبا مشيئة المنما بعد ماذا؟ بعد مشيئة الله تبارك وتعالى مشيئة مخالق آثان بودا أرقم تجدت أمنوا مرتبان أفرطا كان أخيرا مرتبة الخلق نتأمنوا الأمال المن ماكم مخلوقي دلقان المن ماو مخلوقي هذا مرتبة الإيمان بالخلق يعني بأن الله سبحانه وتعالى قدر خلق المخلوق وقدر خلق ماذا؟ خلق أعمال المخلوق دلقا مخلوقا كن أمم لرب ما تقدري إذن الله عز وجل خالق العباد وخالق أفعال العباد رب إساتو قبروتن اللي أومي دلقا قبروتا كن اللي إساتو أومي والله خلقكم وما تعملون أكنن ونجا رب الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون إذن لابد من الإيمان بماذا يا جماعة بالقضاء والقدر كيف نؤمن بالقضاء والقدر ما أكملت قضاء فيه قدرت أمنا يوجن أكدت قضاء في قدر التأمن أكما أما جنكا بالإيمان بدرجة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق
قافة مرتبة أفرانكا حفظتم هذا يا جماعة؟ لا لا ما كوني وانو إيسيتي هاد أبباك ينرد اللي بيخاني يتأمنوا واجبته ساولا لا هاد أبباك ينرد إيسا كان بيكو واجبي ملي وصنامي هذا عين علم عيني كوني وان فرد العينيتي جدتون أن تؤمن أن الله علم كل شيء ربي وهنته ودون أؤمن دربيك لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ثم أن الله عز وجل أمر القلم بأن تكتب مقادير كل شيء هذا هو المرتبة ماذا؟ الثاني مرتبة الكتابة مرتبة كتابة لا تأمنوني ربي قلما كتب جنان قدر وهندات برشتج قدر وهندات دران كتب ميجدت إيغانا ومشيئك جنكم أمنوا مال أن مشيئة المخلوق تحت مشيئة الخالق فإن المنما فإن خالق أجل تجرتي فإن خالق فلعاد يعني تهاد والنساء هم بسودا دونجيرو فإن المنما يا ربي فإن تها يا ربي فإن باته أتفيته فإن تهجد إذن فإن مخلوق تحت مشيئة الخالق جيتورا ماذا كان يفافر أنهم هجن قراتي كان الرابي جدت مثلا في إيكيت أما مقالان أكا أجدت مقالان أكا قراتي الرابي يوكين أسي صلاة كان الرابي بك كان أبلون بران أكا أجدت هذا مشيئتك ولا ما مشيئتك كن في إيكيت ما في إيكيت ميت فدين كيكون إن شاء الله كان وإن لم يشأ الله لم يكن يا ربي فدي جراتني تها يا ربي نفدينو هينتهو جتور هذا هو الايمان بالماذا مشيئة ادرا فدي ربي تامنوا مشيئات تامنوا جتون اكنا جتور درج بالخلق الله عز وجل خلق المخلوق فالعبد مخلوق قبرت ربي نؤممي دلغان قبرت ربي تتاكسوا نؤممي ربي تقدر جنة أمنون هذا هو الإيمان بالقدر هذا مراتب أربعة كن مرتبة عفر علم كتابة مشيئة خلق أكنت تفصيلي ساتي وجن بيكون إقاء الإيمان بالقدر يجب وعفران كان كيسا تقيو اللالي نمتكم قدرت أمني ينجب نمني قدرت أمنين مو هل هو مؤمن؟ لا. مؤمن آمن نمني تكو قدرت أمن جدتون مو وعفران كان أف كيسا قبا قدرت أمنوني كيسا تقولي تيابون دو ماري أما واسني كينيا قوتون كان بيك نبيك يا جرخين ماري إسي يو إيقا ربي سنبرسي زي مالي بار أفبا كيسا نتك ورقودن مالي بغندك آريا كيسا نتك ورقودن مالي برسي سودة تبدن دولي سجلة دينتو برسي سودة مالي ورقودن عليكم 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 إسني راجرات نموان كان بين برسيسو يا جماعة حالة غاري قبات داتي نموجنك غاري تجرات تو بيكاتي وار ربين اسم برسيسو كان أمت برانقها كان عملنا جانبان إلا الذين آمنوا إيه وعملوا الصالحات لا ننجو إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر ثم ماذا لا ننجو إلا بالعمل ثم لا ثم ماذا لا ننجو الا بالدعوه والتعليم برسي ابن مالي امته برانجي مالي نجامبان ربي القران كيسد والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا ور برسي سمن ورنا ما اتيام مالي نجامبان نجي تينو ما فو نجابه فو امته كين بران كدس ريتين غون نورا برباتي ساجدتو إذن مال دلقوتو نورا إيغاما يوجدتني مراتبك أدرا أفرنتو هبني بيني أمنوتو نورا برباد دما أجدتو إيغا نحسن الظن بالله سيتي كن يظني كن رب العالمينات نتلفا مثلا ربين ور جنتا تهوف سفله مثلا
ولا بد أن تعمل بأعمال أهل الجنة. نمت رب ور جنة عتو ور جنة عتو إساق الدري يعمل بأعمال أهل الجنة ولا ما يعمل؟ لا بد من أن يعمل بأعمال أهل الجنة. دلقا ور جنة دلقورا حفينس إساق انجير وجدتون. هل تعمل بأعمال أهل النار؟ دلقا ور إبدا دليد لا دلقا ور جنة دلقاتي تحسن الظن بالله. يا ربي ور جنتان غدي ربي رخجل لجدتون. واضي ولا ما واضي؟ تجمع بين الإيمان بالقدر وبين العمل. لا قدرت أمنوا قاب جنوا سلاو أنك أدرم أدرم يجاني تاو نجرتي. لابد بين الإيمان بالقدر وبين ماذا؟ لابد من الجمع بين الإيمان بالقدر وبين العمل. دلقا خيري دلقوا في قدرت أمنوا وعلمان كان ولدت فدتون كان واجب مالي سلاو أني دبري دبري جنتها أني تاتي هنتاتو جيتو. دلقوا خيني وجين ذنين كيني غاري ربي تغرتي سيتي بريد دوسهون أكسو ما خرا غرتي ملكي دافلتون خرا ورى غرتي هون غورا إيسون ورى جلين عراتهو ربون نورا إيغما أجيتون. نمني توقو توقو ربنا جانو أباسو خمري روغا خي نمنا ما خمري روغ دا يوجدتين مال سينجا بيتا قدر الله أبو رب ما دون تقدري مالين قول أدوب رب ما تقدري سينجيتي خمري روغو خنرتي أدرا رقا قول أتو بربادا أجيتون. أها مال جنان نمي تقنان خمري دوغو ربي ستك أدري خاتمي جنيتما مثلا مثالا بسين جنة مالي نما قرتي خمري دوغي حد دير الابو خدن دوين أميرا مو أميرامي أمير المسلمين يوم موتين إسلام جراتي حد دير الابو دن دا قحد دير الابو دن دو أكا أصول على السنة والجماعة إيه نريونتنا أصول السنة إمام أحمد كتت قرانيمي حد دير الابو خندن دو إيه جنة ولاة الأمور ورين موتيدات موتو تمالي نملك روك عامل أمفاهم دندو. أما قا مثلا موتجي توكو يوم علي وخمري الوقدا نمان جنان ربي النتك أدري خي نجي مثالا نمتخن أسيامي ها قرافو ترامي قرافو قبا كم 40 أبرتما قرافو نمتكم كاي قرافو أتير رابي فاتي يا ابو مانا دويته يونون جئ مال جنان قدر الله ابو ربي قدر ايه جنان مالي لانه استدل بالقدر على ماذا اكما خمري دغوس تقدر افرتما تغرفو مال قد ربي نوت تقدر مال جلمتكون ايه دغا دجي غرتي غا يوفرتي دبيروتون يوني بغرتي ني فرتين عمل تديبت مثلا معنا كنا اكد دبي كنا فهم نو في دبي كنا كنجن اذا دبي تو كجر بك كانت قال تو كنا منجي تو كو واهته في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن عمر بن الخطاب كيف تنا من تو كو واهته دي عمر بن الخطاب نمي تخنا في دادا اجي نمي تني في دم رجال رتني رجاي اني تني اماني بعد قناتي اتجيسا قمس جيسا حركة رامورا آجي عمر نما واسي كم قد شريان حركة مرامرة ديما أنا متخان حركة رامورا آجي إيه ودواني ورد حركة رامورا آدي مكون إسافو ريدي مو تجروتي ميتا كتي عمرتنا ديما سواني تنبت دونك أباجي طيب جاني عمرت ديما سن يا عمري جين نمتكن يا أمير المؤمنين جين إنما سرقت بقضاء الله وانا ما هتو رب العالمين تنتك الدري اتلومني على شيء كتب الله علي ورب العالمين نرتك الدري جتا نخمت نعدب دهر كان مرو ديمتا يا عمري جين. فقال عمر رضي الله عنه يا بوجين عمر نحن قدر الله علينا ان نقطع يدك جين اكما وانا ما قرتي أكما وانا ما هتو ستك أدري نوتي سركا كان كيكا نمرو ربي نوتك أدري دوبا كم قونا جئيتي
فقط يد الرجل هركنا متسني مرميج معنى ما كان جيتو مالي ترسي قالي لا نستدل بالقدر قدر رقاقر أني حمتو دلقو رنجرتو قدر رقاقر أني خيري دلقو إيسون هنجرتو وجدت كل ميسر لما خلق اعماله كل ميسر لما خلق نمني مال جنانم نمني قدر رقاقر أني أني خيري دلقو رقاقر خجو يوتا سلا ربي يور إبداته تاتس نتك أدري يور جنتاته تاتسو ربي نتك أدري جرا أن خيري دلقو نمني تقدونه نجي أكاسي إيه حيا ربي نغرتيغا وان سيك أدري سيك أدري ما القوتا بباتا منو من أولتو هي دكانا بنيني إدوتي سنبباني ربي نغرتي وان سيك أدري وان أتنيات وان أتنقدو سيك أدري مينو ممنتا يوجن نتا نمتون مالف لأنه يعلم أنه لا بد من العمل هجير راح فين سنافين جرو جتوني بيك نمتكون قل له فكذلك في عمل الآخرة دلقة آخرة كي ستتأكنم أساني تاون انجرتو همتو دلقون انجرتو قارو دلقة ظني بريدو ربي تغرتي غظننا ربي تيادا وخيري ربي رخجيلا جتون دلقة دلقون حفين سنوفين قبو جنة إذن لابد أن نكون في القضاء والقدر وسطا وايق أضاء قدراك نكي ستي دلقة قدرت أمنو همتو رافقاتا قدرت أمنو مالي قدر جاني أكفر أن تهون انجرتو أصحاب النبي ربي قافلنا الرسول مالي اعملوا فكل ميسر لما خلق له جئين تؤمنوا أن الله علم كل شيء إقات أمور الرد خلاصا كنفن وايق أضاء والقبتو ربي وهنده نبيك أمنون قدر أفكدي وان بيكوسا هنده رب العالمين لو المحفوظ ينكسد برسيج رجلت أمنون قدرت أمنو جهما قبل هاي أكسمه ربي واني إني فرينيتها واني إني إنفرينو هنت وجدت أمنون قدرت أمنو جهما إيقناه مرتبة الخلق مرتبة الخلق إنت أمنون أدرت أمنو جي أما جنة أمنو ربين مخلوق خنا أومي دلقا إساني أومي جنة أمنون أدرت أمنو جي أما واضح يا جماعة مخلوق أين أومي دلقا إساني كانت أمنون كن مال جي أما أدرت أمنو خنا ربي توك أدري دلقا جتو أمنون أدرت أمنو جي أما جتو را أسأل الله لي ولكم أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة أنا بسنس ورقر تيملك إلى ربنا أتاسس ورع عمل سعادة لك ربنا أتاسس يا ربي اجعلنا ممن يعمل عمل السعادة يا ربي ورد لك ملك لك يا ربنا أتاسس يا حي يا قيوم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بهذا انتهينا من دراسة المرتبة إيه؟ الثاني مرتبة لما فعلها مرتبة دين كينيا سدين الرا مرتبة لما فعلها كانوا ما انتم الرا وغدا نبدأ في دراسة المرتبة ايه الثالث مرتبة سدفاق رؤي ربي في ايه بورو خانتسينو تانا وأوله ماذا الإيمان الإحسان ايه إحسانة أمنوا وانجنوا إن شاء الله تعالى المرتبة الثالثة الإيمان الإحسان مرتبان صدفة دا الإحسان إحسانا جدا كان جلق أمنتانا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أذان.